يقول إذا كنت أعلم بشهادة ولم يطلب مني الشهادة فهل علي إثم في ذلك؟ إذا صاحب الحق ليس عنده شهود ويخشى يضيع حقه وأنت عندك شهادة وهو ما يدري عن شهادك فأنت تبينها له لئلا يضيع حقه. أما إذا كان يعلم من شهادك ولا طلبك فأنت ما يلزمك ولا يأبى الشهداء. وإذا ما دعوا هو ما دعاك ويدري أن عندك شهادة. أما إذا لم يدري أن عندك شهادة ويبي يضيع حقه فأنت تؤدي الشهادة. نعم.